شايفين ديركم. اول شيء برحب فيكم كثير ترحيب ومبسوط منكم كثير انه في هذا الالتزام بغض النظر عن اي اهداف. ثاني شيء وهو الاهم، كلنا متشكر المعهد الاوروبي للتدريب على مصداقيته. لما اجوا العام الماضي ما توقعت انه يكونوا صادقين لهالدرجه ويأسسوا اللي عملوه هون بهي البلد. اليوم رح نحكي عن المخدرات بشكل حديث اكثر ما هو بشكل علمي. بشكل علمي المخدرات مضر، خلص انتهت المحاضرة. اما الفكر البشري ما بيقتنع، بده اثباتات، مثل لما بيكتبوا على علبة السجائر تدخين مضر، بنلاحظ انه طبيب عم بيدخن وهو بيعرف تماما انه مضر. طيب شو السبب؟ ليش الانسان بيرتكب افعال وهو مقتنع تماما قناعة انه مضر؟ شو السبب؟ ليش الانسان عم يشتغل بغير ارادته؟ حدا فكر شيء؟ السبب؟ تعرفوا انه الفكر البشري هو اقوى وانبل جهاز موجود على الارض. فكر هو سبب. تمشيت هاي العربي اللي اسمها الجسد المادي، سياره الى سائق، السائق هو الوعي. الفكر عم يمشي هاي العربي اللي هي الجسد. طيب ليه سائق السيارة ليه عم يوضع وقود مضر للسيارة؟ ليه عم يستخدم إطارات مزيفة بتأدي لحادث؟ نفس الشيء الإنسان ليه عم يرتكب حماقات بحق نفسه؟ شو السبب؟ المخدرات سبب دقيق، اما المخدرات كلمه كبيره. نحن بنفكر انه محصوره المخدرات بعقاقير معينه. عمليا عم يتعدى الموضوع لاكثر من هيك بكثير. في برمجيات عم تحدث علينا من اللاوعي. لفت نظري على انقطاع كلمه مساراتي. مختارين يكون هو هالتدريبات على هالاسم. حدا بيعرف شو الغاية؟ أكيد هون عندهم غاية، بس شو ممكن نفكر؟ ليش مختارين هالكلمة؟ مسارات. تعرفوا الإنسان ليس فقط جسم مادي، في أيضا جسم أثيري، جسم طاقة. هذا مو خيال. بكاميرا خاصة اسمها كاميرا كيرليان بتشوف هاي الهالة الطاقية اللي معطية القوة للخلية الحية بالجسم البشري. تعرفوا الخلية الحية فيها نواة، النواة فيها صبغيات، الدي ان اي، شفرة الدي ان اي. هذه الشفرة عم تيجي من قوة فاعلة اسمها الجسم الطاقي. الجسم الطاقي 72,000 مسار، معناها مساراتي لما بتنفتح، لما بتكون غير مقفلة، شو اللي بصير؟ بصير الذكاء خلاق، بصير الإنسان سعيد، وبصير يحقق الإنجازات، يعني بصير جدير بالاستحقاق لما تنفتح مسارات الطاقة اللي فيه. شو المعوق عن انفتاح مسارات الطاقة؟ مو فقط المخدرات، أفكارنا. أفكارنا هي اللي عم بتعوق وصول الطاقة للخلية الحية. فإذا الربط بين هالكلام والمخدرات كعقاقير، كمهندسات، حتى مهدئات لما بتستخدم
بشكل غير طبي، شو اللي عم تعمل؟ عم تعمل تسكين مؤقت للفكر، اما مع الاسف عم بتدخل البرامج المؤلمه في معلومات مؤذيه بالمسارات الطاقيه. هذه المعلومات عم بتخلي الانسان يعاني، هذه المعاناه عم بتؤدي لانه يصير مفصوم عن الواقع بسبب الالم. الم المعاناه بيجي عن تفكير زايد بالمستقبل، تمنيات كثيرة، بيعيش الواحد بالخيال المستقبلي، ما بيعيش بقوة الآن، التفكير بالماضي، حزن على فقد أحداث، خسارة، فشل دراسي معين، بيعمل قلق. هذا القلق بيغذي جسد الألم بالإنسان. جسد الألم له علاقة كبيرة كثير بمسارات الطاقة اللي لها علاقة كبيرة كثير بالفكر. فالمخدرات وين بتشتغل؟ على قطع هالألم مؤقتا، مثل مثلا طبيب أسنان. سنك عم يؤلمك، كيف صايرة معك العيادة؟ بياخذ حقنة مخدر، طبعا مخدرات طب الأسنان غير المخدرات المعروفة بالإدمان، بيروح الألم، بينتظر بقاعة الانتظار شوي، بيجي دوره، بتكون المفاجأة إنه هربان. ليه؟ قال خلص راح الألم. هي اسمه تسكين مؤقت. بعد 4 ساعات بيجي عم بيصير. نفس الشيء تماما. الإنسان اللي عم يدمن على عقاقير مخدرة، شو اللي عم بيصير؟ عم بيسكن هذا القلق، هذا الوسواس الفكري مؤقتا. لاحظ المشكلة وين؟ نفس المثل، المريض اللي اجى ليسكن ألم سنه، تسكين. تسكين على تسكين، شو بيأدي بالسن؟ هل بيعالج؟ ما بيعالج، بيأدي لأنه الالتهاب بيتحول لخراش وبصير يؤذي وياكل العظم، عظم الفك. معناها اللي استخدم المسكنات أجل الحالة ودخل المرض لوين؟ للعمق أكثر. نفس الشيء الإنسان القلق المهووس فكريا اللي مش قادر يسيطر على نفسه راح استخدم المخدرات. وعلى فكرة التدخين أحد أنواعها، لأن إدمان عم تعمل، وفي كثير مواد أيضا مثل السكر الابيض. السكر الابيض بيعمل ادمان، جربوا اتركوا السكر الابيض لاسبوع او اسبوعين، شوفوا مقدار الذكاء والانفتام الطاقي حتى عندهم. طبعا هاي الامور مو محرمه دوليا، اما معروفه بالدول الراقيه، ويخير الانسان بين انه ياخذها او لا. اما قانونيا بالنسبه للعقاقير المخدره اثبت أذيتها بشكل كبير كثير على الجسم المادي. إذا ليش الإنسان عم بيروح لرفقة السوق يسكن ألمه النفسي؟ شو السبب؟ افتكر مثل هذاك الجاهل اللي إجى على عيادة طبيب الأسنان لياخذ إبرة مخدر وسكن ألم السن لمدة 4 ساعات وتفاقم المرض أكثر. نفس الشيء هذا الشاب أو الشابة مع الأسف الذي ورط أو ورط نفسه بإدمان. القلق الفكري، نقص السعادة الداخلية، نقص الفرح، خلاه يروح يأخذ وسائل مسكنة، أكان مخدرات أم غيره. ما بدي ثقل عليكم بكلمة غير على شو بيدمن الإنسان، حتى الموبايل إدمان، تخدير رقمي. إذا ما كان في إرادة بالإنسان في مشكلة. هذا التسكين للقلق الفكري
شو عم يعمل؟ سكن جسد الألم. ذكروا إبرة المخدر الأسنان سكنت ألم السن. الآن سكن أو خدر جسد الألم. وين راح القلق؟ الهوس، الكآبة، الضيق، هوس الأفكار، وين راح الهيجان الفكري؟ صار يدخل للعمق. وين العمق؟ صار يسكر مسارات الطاقة النبيلة بالإنسان. الإنسان صار يصير عديم الطاقة. بعد فترة من الإدمان نتيجة تسكير مسارات الطاقة بالإنسان، يعني دخلت البرامج المؤذية المقلقة للعمق، الإنسان أبعاد مستويات. بتفكر حالك إن فقط الجسم المادي، هذا هو الظهور الأخير، بتفكر إنه فقط السن هو اللي راح يأذيك. دخل المرض بالسن لوين؟ للعظم، للعمق. بعد بيدخل أكثر للدم ممكن يعمل مشاكل أكثر. نفس الشيء المخدرات بتدخل البرامج المؤذية لوين؟ للعمق. وبالعمق شو في؟ في مسارات طاقية نبيلة. ما بدي أقول بعد شو في أعمق من هيك لشو بتأدي أكثر من هيك. ما بدي أقول إنه ما بينتهي الأذى حتى بموت الإنسان لو إنه بيستمر. ما بحكي أنا عن مفهوم مستقبلي بالجنة والنار، بحكي عن مفهوم آني، لأنه قلنا في مسارات طاقية وفي جسم أثيري. حتى لو الجسد المادي مات، الجسم الأثيري موجود، والهوس والبرامج اللي دخلتك له بقيت عالقة فيه. مشان هيك ظاهرة الانتحار المنتشرة هذه الأيام، بفكر اللي انتحر إنه خلص وهو بيكون علق من جديد. ليه؟ لأنه هو فقط قتل الجسم المادي، أما الهيكل الأخير بعد موجود. اسمعوا، بحالة الشبح الضاج، حالة الشبح الضاج هي نفس الهيكل الأخير للإنسان اللي بيظل إلى وجود. فبنفس الأسلوب المخدرات بتفعل هذه البرامج لتدخل للعمق، يتسكن الألم مؤقتا، بصير الإنسان يحتاج أكثر وأكثر وأكثر. بالتالي شو اللي بصير عند الإنسان اللي بقول إنه أنا فقط الصورة المادية، يعني إنه العلم عم بيقول بكاميرا خاصة دقيقة جدا إنه في هاي الأثيرية. شو بصير مع الإنسان اللي أدمن؟ رح يزيد الجرعة أكثر. بزيادة الجرعة رح يأذي الجسم المادي. أول شيء بينقص الذكاء، بصير إنسان غبي. ثاني شيء يصاب بأمراض بالجهاز الدموي، خصوصاً ضغط الدم. ثالث شيء العضلة القلبية بتتأثر، خصوصاً بالمنشطات. هاي بالرياضة أكثر شيء. رفع العضلات أو بدو يبرز الأنا على الآخرين بسباق معين، هي منشطات تأذي. بصير في اضطراب عضلي عصبي، في تشنج بالعضلات، في أمراض كثيرة حتى جلدية تؤذي. ما بدي أحكي عن الأمراض النفسية. إذا على الصعيد الطبي أو الصحي، المخدرات طلعت مؤذية ولا لا؟ مؤذية. طيب على الصعيد الاجتماعي، أنت كابن عم بتمثل أمل لأهلك لوالديك، بتعرف مقدار الألم اللي عم بتسببه للوالدين؟ هل يمكن إنك تقيس قد إيه أنت عم تأذي نفسك والآخرين وأفراد المجتمع؟ وكم ممكن إنك تعدي؟ خصوصا إذا كنت تاجر. مشان هيك أنا ما عم بخبركم إلكم، أنا واثق الموجودين هون لأنهم ملتزمين بمنهاج دراسي، لأنهم الآن بعمر عم يركزوا الفكر على دروسهم، أكيد بأيدوني ومو متورطين. عم بحكي منشان تكونوا مثقفين، متعلمين، متفقهين، قادرين تنقلوا هالموجة للمتورطين. ف
فأي صديق أو صديقة بيعز عليكم متورط بحالة إدمان، إذا ما قدرت كلهم عبر هذا الكلام حيلوا لعندي، ممكن أعطيكم رقم الواتس أو قدر الإمكان بنحلل المشكلة وبنرفضوا مع الشرطة. لا طبعا هي مزحة، لأنه هاي الحالة صحيح القانون بحاربها، أما نحن بنحاول نعالج الشخص بدون ما نبديه. هاي وعد. بالتالي بنكون الآن ثبتنا. حدا بيعترض على الكلام إنه المخدرات مو مضرة؟ مو بس إنه مضرة، الإشكال اللي بررها إنه شو اللي عم تسوي؟ تعرفوا في هيئات عالمية هذا الموضوع، قصدها الاستثمار على حساب الناس. يعني بصراحة نحن عبارة عن خراف عم يستخدمونا مشان تكديس أموال لجهات معينة، حتى الحكم عم يصير مشان استثمار، عم يستثمر بهذا الإنسان. طيب شو يستفيدوا؟ هي أقطاب معينة سلبية. تعرفوا أنتم بالأرض في قطبين فقط. حدا بيقول لي في قطب ثالث؟ في قطبين، سالب وموجب. وين القطب الثالث؟ القطب الثالث بينحكى عنه بعدين، هي شغلة أخرى تماما، هي شغلة بتخص اللي بيقدر يخلص من الإدمان بكل أنواعه. نحن كلنا قلت مدمنين على أشياء كثير، ومنها شو؟ الموبايل. عم بيأدي فينا بالرغم من فائدته لحالة إدمان. طيب وين نحن؟ مين أنت؟ إذا بدي أسأل أي واحد مين أنت، بده يقول لي إنه هو اسم فلان بالصف الفلاني ابن كذا، وربما يفتخر بعائلة معينة، بطائفة معينة، بمهنة. هل هذا هو فقط الإنسان؟ هذا هو الهيكل المادي الظاهر. إذا ندخل بالعمق أكثر بنلاحظ إنه هو بعد أعمق من هيك، أعمق بكثير. بنوصل لمستوى، بالمستوى السابع من قوى الإنسان، حذروا شو المستوى السابع، تسمعوا بشيء اسمه الإرادة، قوة الإرادة بالإنسان. قوة الإرادة فوق الفكر. الإرادة هي نفسها غذاء الروح، أو هي نفسها روح الإنسان. شو يعني الروح؟ حدا بيعرف شو يعني الروح؟ الروح يعني قوة خلاقة عم بتخلي كل هالوجود اللي شايفينه نشيط. مثلا تتذكروا الدي ان اي اللي بنواه الخليه، مش دارسين علوم؟ دي ان اي الشفره الوراثيه حمض النووي اللي بيعمل كل هذا الوجود. لولا كم دي ان اي، كم شفره كل واحد، كم شفره؟ وحده وحده فقط. كل انسان له بصمه، معكم وضعوا بصمتكم قبل الخروج، كل انسان له بصمه بالدي ان اي. شوف هالقوة، هالشفرة الوحدة عم تعطي حياة حزير كم خلية بالإنسان؟ 46؟ هذه كل عم تحكي عن الصبرية. نينو مليارات المليارات من الخلايا، بتشوف نجوم بالسماء، مليارات النجوم. مجرتنا 100 مليار نجم. خلايا عصبية بتمر 100 مليار خلية عصبية، كلهم يعودون لروح واحد. شو روحهم؟ شفرة الدي ان اي. طيب الفكر وينه؟ الفكر جهاز وسيط لا يخليك تدخل بهذا العالم،
هذا العالم بحر متماوج، ما بتلاحظوا شروق غروب، ليل نهار، فرح حزن، خسارة ربح، نجاح فشل، هذا اسمه شو؟ العالم القطبي. عالمنا شو اسمه؟ العالم القطبي. وين نحن؟ مين نحن؟ أي قطب؟ نحن السالب ولا الموجب؟ ما نحن الموجب والسالب سوا. يعني نحن طبائع سلبية موجود فينا، مين ما بيعرف الحقد؟ كلكم تعرفوه، الحسد، الغيرة، القلق، الهم، الإحباط، الاستياء، مجربين الاستياء، التأفف، الضجر، الملل، مجربين. طيب الجانب الآخر، مين بيحس بالأمل، بالتفاؤل، بالخير، فرح، السعادة، الرضا؟ الإنسان إذا قطبين. طيب وين الإرادة؟ إذا أنت بين هالقطبين كفكر، الفكرة بيخليك تروح لليمين واليسار. ومين اللي عم يسبب لك هذا الهيجان الكبير؟ مخدرات النهار. مخدرات قلنا مو فقط عقاقير محرمة. قلنا مو فقط عقاقير محرمة. واضحة لحد الآن؟ وين الإرادة بالإنسان؟ هي العقل الشامل، يعني مدارك عقلية كبيرة كثير. إذا بتوصل لها، أنت وصلت لقمة الطاقة، صرت منسجم مع الذكاء الخلاق بالوجود. شو بتصير؟ بتصير جدير بالاستحقاق دوما، بتقدر على الإنجاز، بتتوفق، بتكون سعيد. السعادة ما بتكون ناتجة عن متعة ثانية مؤقتة، بتكون دائمة. ساعتها بتكون فعال بمهنتك، بدراستك، بالدورة، بالنتيجة. أنت لما بتيجي لتعمل دورة أو حتى دراسة معينة، شو اللي عم يتحكم، شو النمط اللي عم يتحكم بشخصيتك ليصير هذا العمل اللي انت عم تشتغله او تشتغل عليه او تدرس فيه او حتى اي مهنه الواحد بيتعلمها، شو اللي بخليك تحقق الانجاز ويكون عملك من طبيعه جسم الاراده اليقظ الصحيان؟ ثلاث انماط بدكم تتذكروا، واذا تذكرتوا هالثلاث انماط هيك لأجل ثلاث إشارات على واحدة. النمط الأول، منشان دوما تتذكروا هذا الشيء بكل حياتكم بأي عمل بتعمله، تذكر النمط الأول منشان تقدر تعمل أي عمل بدل تقبل فيه. أنتوا قبلانين الآن هي الدورة ولا لا؟ قبلانين. هذا القبول، قبول واقعك الحالي، بخلي إرادتك موجودة مع الفكر. يعني فكرك بصير بقوة الآن. إذا بصير بقوة الآن بطل مزعوج بالماضي ولا هادف طاقته وين؟ بأمنية المستقبل. معناها أنت عم تبدع بقوة الآن، لأنه صارت الطاقة إرادتك، يعني أجسامك الباطنية العميقة مع وجودك الآن. فإذا أنت بتشتغل الشغلة اللي أنت عم تشتغلها برضا، بقبول، بتقبل، حتى لو انفرض عليك من قبل أهلك في قدر معين يفرضوا عليك، أنت بتقدر تحقق السعادة من خلال هاي القوة. هاي أحد أهم الأنماط الفكرية اللي بيستخدمها أي إنسان ليصير العمل بسموه عمل مبدع. طيب وانت الان عم تحضر دوره او بدك تتعلم مهنه او حتى بدك تشتغل اي شغله،
ولو بالبيت بدك تخدم اهلك، بدك تزرع، حتى لو بدك تنظف الشارع، بدك تكون في عندك حضور بقوة الآن من شان تكون سعيد بالعمل. المتعة أثناء العمل شو سببها؟ انضباط طاقة الفكر مع وجودك الحالي. يعني السائق عم بيسوق السيارة وهو مو هكلان هم شيء، هو الآن عم بيسوقها وهو سعيد بلحظة الآن. صار في عنا مشان ينجح عندكم أي عمل وأي مشروع، الإشارة الأولى شو هي؟ قبوله. قبول. إذا بدك تشتغل غصبا عنك شغلة، اتركها ولا تشتغلها، رح تكون الشغلة نتيجتها سلبية. أما إذا كان لابد، أنتم بفئة عمرية ما في لكم خيار، في عندكم دراسة، في عندكم أهل لهم رأي، إذا بدك تقبل. القبول هي قوة من جسم الإرادة. ثاني شيء شو قلنا؟ السعادة أثناء العمل بقوة الآن. طيب واللي بيقدر يراقب هذه السعادة أثناء قبوله للدراسة، لوضعه الحالي بالرغم من الفقر، بالرغم من الحاجة، بالرغم من الطيب، بالرغم أحيانا سخرية الآخرين منا، اللي بيثبت على هالشيء فترة من الزمن شو بصير معه؟ نمط ثالث من قوة النفس الخلاقة. النمط الثالث اسمه الحماس. بصير متحمس لعمل. ما بتلاحظوا في طلاب كثير متحمسين بالدراسة أو بالمهنة مبدعين؟ هدول إذا بيوفقوا بين القبول والمتعة بالعمل والحماس بيكونوا مبدعين للأمة وبيعملوا مشاريع خلاقة. أنا شايف فيكم مشاريع خلاقة، لأنه أول شيء تواجدت بقدر بدورة رائعة تعتبر تحت كلمة مساراتي. ثاني شيء الكلام اللي سمعته، هذا الكلام ناجم عن تجربة حياة طويلة جدا مأخوذة من تجارب آخرين ضمن آلاف السنين، ما فيهم كلام عن هوا. تذكروا إذا شو اللي قلنا؟ قلنا إنه الإنسان مكونات عديدة، لما ما عاد يرجع لنفسه بذاته، أي لشفرة الدي إن إيه، خليك عم ترجع لشفرة الدي إن إيه بدون ما نحس. أنت الآن رجوعك لنفسك بصير واعي. شو يا إنسان أعرف نفسك؟ يعني رجع لمركزية النور اللي فيك، مركزية الفرح اللي فيك. أنت بتعرف إنه التركيز أحد قوى الفكر، أحد قوى الدماغ، معناتها أنت لما مركز معي شو اللي عم بصير؟ عم بصير في انسجام طاقي بين مكوناتك الداخلية من جسم الإرادة ليظهر لهذا الوجود. معناها أنت لا تتأثر من الدراسة، الدراسة هي تمرين دقيق بهذا العمر من شان يركز طاقاتك ليصير في نمو، نمو باتجاه ايش؟ باتجاه العقل الشامل. بصير في عندك قوة خلاقة. بتعرفوا انه احنا ما بنستخدم الدماغ اكثر من 3-4% فقط، قدرات الدماغ البشري فقط عم يستخدم في ناس يمكن 0.5%. طبعا المخدرات اقل بكثير وما بيستخدم. طبعا المخدرات خلص خدر الفكر، قلنا شو صار؟ مسير من قوى ظلامية، القلق والهم والغم والكآبة والحقد هي اللي صارت مسيرته باللاوعي. لاحظتي وين الفكرة؟ قلنا أيضا شو؟ غير إنه الإنسان مكونات عميقة وصورة كبيرة كثير واسعة مو محدودة، قلنا إنه مخلوق لأجل أن يكون بسعادة قوة الآن، ومن أجل سعادة قوة الآن بيحتاج مهارات وتدريب وممارسات. يعني لا حدا ييأس إذا ما فهم علي شو حكيت، لأنه حكيت رؤوس أقلام تحتاج شرح بألف ساعة، مو فقط شرح، والموضوع مو كلام، الموضوع تدريبات عملية. بتحبوا أعمالكم تدريب عملي بتمارسوه كل يوم بيزيد قوة الإرادة والذكاء عندكم.
تؤدوني بتنفذوا. طيب بكام بدي يقولكم تمرين؟ واحد منهم بخص الرجلين وبيؤدي لثبات قوة جسدية وعصبية حتى تقدروا تعلموه بيعلموه بالمشافي للي عندهم داء الرعاش عم يصير فيه شفاء. والتمرين الثاني لتقوية طاقة الكفين، تصير يدكم يد عطاء، مش كله أخذ من أهلنا، أخذ كنت أعطوهم شيء، بكفي إنه بصيروا يديكم أيادي مباركة ما بتقبل. الفكر وتركيزه بيعتمد كثير كثير على التنفس. تعرفوا المعلومة في علاقة كثير كبيرة بين التنفس، مراقبة التنفس، وبين انضباطك. قاعدة بتكون بأي قاعدة امتحان فقط تجلس بيكون مستقيم العمود الفقري، ما شاء الله ما هذه اليوغية العظيمة. استقامة العمود الفقري مثل الأنتين، صرت أنت تستقبل الطاقات الكونية فأخذت الدقة. الآن مراقبة للشهيق والزفير، فقط بتراقب الشهيق والزفير. زفير أنت جالس مستقيم العمود الفقري، زفير زي بدك تضغط البطن لجوا. تعرف انت البطن بس ينضغط لجوا شو اللي بصير؟ بيسحب انتجاب الحاجز الاسفل. تعرفوا انتم في ثلث الرئتين عم بضل في هواء خزين؟ هي اساس كثير امراض نفسيه. لما البطن بيدخل لجوا شو بيسحب؟ بيرجع الحاجز، صار في زفير تام. بعدين بهدوء لحاله عم بصير في شهيق. لا تروحوا على حالكم الفرصة، خذوا هالتقنية وسبوا لي بعدين قد ما بدكم إذا ما عطلكم عن شيء. خذوها بس هالتقنية. بعدين شهيق بهدوء بشكل طبيعي. لما طلع البطن لبرا هي مثل تنفس الطفل، شو عمل؟ سحب الحجاب الحاجز قبل أن يتخربط عليكم. لما أنت ضغطت البطن ضغط الحجاب الحاجز لفوق، يعني سحبوا لفوق. الآن لما صار البطن لبرا شو صار؟ مد الحجاب الحاجز لتحت، صرت أنت عم تتنفس شهيق 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 حتى الكتفين. هي تنفس عنك. إذا أثناء الامتحان قلق، جرب الثلاث دورات من التنفس وشوف كيف فكرك بيستقر، بصير تكتب بشكل أفضل. الآن مش هذا هو التمرين. التمرين اليومي اللي بدك تعمله توقفوا فيه، تحبوا توقفوا عشان تطلعوا معي. لا تستحوا، قوموا هلا لا تستحوا، وقفوا بسيطة الشرط. هذا التنسيق العضلي العصبي بين اليمين واليسار مع مراقبة التنفس بالشهيق والزفير، هذا شو بيعمل؟ طاقة خلاقة للإنسان. لاحظ، راقب معي. أول شيء، أنت مستقيم، القدمين جنب بعضهم، رخي الجسم مع الشهيق، الذراع الأيمن عم يرتفع. بس وصل لهون وانت بعدك بالشهيق، عم تقلب الكف يمين، وصلنا لهون صار الشهيق كامل. بالبداية صعب عليكم الشهيق كامل، معلش هاي الوضعية، انت شهيق الآن. الآن بدك تنحني على اليسار زفير، وانتابك بدون انشعاب، وانتابك من جديد شهيق، عودي للوسط بهذا الشكل، بعدين زفير. لاحظ الطاقة بالكف هون مع الزفير، بتقلبها لتحت. انت لوحدك بتنفذوا ثلاث مرات، بتلاحظ الطاقة بالكفين، خطك بتصير احلى، فكرك مركز اكثر، نفسيتك اريح. تمرين الأخير ما راح أقدر أقول لكم إياه بمناسبة الثاني، منقول هذاك يعمل طاقة أكثر. سلام عليكم.